متابعين بأجواء الرقص والحماس مع الثنائي ما قبل الأخير. مننتقل لأجواء التدريب، المطلوب جد وحب، والنتيجة ضحك ولعب. تابعوا هالريبورت. أنا ولا أنت؟ أنا. أنتي؟ أنت؟ أنت. أنا ببلش بعدين بتفاجئ. يلا. سوبرمان أو باتمان؟ سوبرمان. بتخاف من الصرصور؟ لا. كيف تقتله؟ بضربه. بضربه. أوكي. شقر أو السمر؟ السمر. يعني أنا سمرة. أنتي سمرة. يلا. متجوزة؟ لا. بتحبي حد في البرنامج؟ لا. ولا إعجاب؟ لا. بتحبي تلبسي إيه؟ قصير. بتحبي تشربي إيه؟ شاي. طيب بتحبي تاكلي إيه؟ سوشي. Can you guess what dance we have this week? Cha cha. أنا قلت لاتن هلا يعني بدنا نولع. It's foxtrot. طلع foxtrot ballroom. Heel, heel. Now we rise up and we do toe toe lower, toe toe lower. The concept and idea behind the whole choreography for Cynthia and Ali is that it's in a fantasy world. They're underwater people, they're in love. He wants to show his love for her. It's very fluid and it's very romantic. You place your hand here. We have connection, connection, connection. Foxtrot is technically the most difficult dance out of all of the ballroom dances. They have to develop her emotions and really play a big part in the connection with Ali as well. He needs to also come out of himself. Guys, what is that? What is that? It has to be, yeah, it has to be so believable. في connection كتير قوي بالرقصة. مجرب اطلع فيه هيك و ما لازم نضحك. I don't want no giggling. Let's really concentrate. Here we go. Guys, no. Where's it? Why are you looking at me? أنا وسنتيا يعني خلاص مفيش حل، مش عارفين هنعمل إيه، مفيش حل غير إن أنتوا تصوتوا لنا، يعني إحنا يعني تقريباً هنخرج من مسابقة ضايعين. Ali, good! Guys, job done. Job done على قول إيان. خلينا نشوف إذا رح يصح أو لو. سينتي أسادوريان وعلي محمود بالفوكسترات. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all سادويان وعلي محمود
شو هالرقصة الرومانسية اللي كلها أحساس يا سينشا وعلي، تستاهلوا الزقفة أكيد، كنتوا كتير مميزين. بدي أشكر طبعاً إيان بنم. It was quite enchanting, Ian. Thank you. بحب خبركم إنه علي اصطدم بالحيط الأسبوع الماضي وكسر إصبع إجره. سلامتك علي وبرافو، لأن ما بين أبداً هالشيء أنت وعم ترقص. هلأ صار وقت نستمع لرأي اللجنة ومنبدأ مع أليسار كاراكالا. سينثيا الغنية بتقول Because all of me loves all of you. صح؟ ما وصلني هالموضوع والكونكشن اللي كان طالبه الكوريغراف، بفتكر من شغلة أساسية عندك، ما بتتنفسي، وقلة النفس بحسك جامدة من فوق، ما عم تخلي حركتك تكون فيها مدى. نفس الملاحظة اللي عطيتك إياها هديك الجمعة، بدك توصلي للجمهور، بدك تطولي، مش كقياس، الحركة فيها تكون لها بعد وأبعد وأبعد. بحسك كتير شادة على حالك، خدي نفس لترتاح حركتك، لنحن نرتاح نحن عم نتفرج عليك. شكرا أليسار. علي علي You're gallant. حسك مهذب انت عم ترقص، حلو وحركتك كتير واضحة. بس بدي ارجع للإحساس اليوم، إذا بدي سكر عيوني وتخيل شو عملتوا اتنيناتكم، للأسف ما تركتوا بصمة. Thank you أليسار. رح ننتقل لشال. أنا ما بدي أظلم قدراتكم كرئيسين، يمكن العالم ما بتعرف إنه الفوكسترات قدي صعبة وقدي التكنيك تبعها صعب. اليوم يمكن أنا ما بتفق كتير مع أليسار، أنا وصلني كتير الإحساس تبع سينثيا، وشفت عم ترقص، شفت عم ترقص هيك ليدي عم ترقص قدامي، والتكنيك تبع لاتن تبعها كتير واضح، كان كتير واضح. علي كمان اليوم جسمك كتير روعة وكتير فايد بالمود، بس بطلب شغلة واحدة، انك توثق بسينتيا اكتر، توثق بسينتيا اكتر. بالنسبة لعلي الرقصة هالرواق تبعها ما كان بالضجيج تبع غير رقصات منه مثل الهيب هوب وهيك، انا اليوم حبيت اكتر من هيديك الجمعة اكتر من الجاز. برافو. ثانك يو شال، شوية معنويات حلوين من شال. نلي عايزة أقول أنتوا حظكم المرة اللي فاتت كانت المزيكا عالية قوي وكان البيت جامد، المرة دي العكس خالص. كان في نعومة، كان في إحساس من سينتيا رائع، كانت حاسة الأغنية. علي أكيد أنت باليه، فالمدرسة موجودة، الشغل النظيف موجود، كبارتنر هايل، كل شغلك ممتاز. انا بس سينتيا كان نفسي الايدين شويه نعومه اكتر، يمكن تطولي الحركه شويه بس من هنا، ما تاخديهاش بس من الايدين، لكن في المجمل انا استمتعت. شكرا. شكرا نالي. بيير. As your choreographer Ian mentioned on the tape before that Foxtrot is the hardest of all of the ballroom dances. So Ali, you gave us a decent ballroom, elegant hold, but it looked stiff. And you were too high, as you were saying, like from the ballet world, it was too high up on your toes and did not glide enough across the floor for me. And for you, Cynthia, again, your use of your arms when you're in the lifts should have been really extended, but even more so, your toes, your feet, you know? But really, you looked very, very charming and very elegant out there. Again, عم بيقول بيير، عم بيأكد اللي قاله إيان بالريبورت، إنه الفوكسترات هي من أصعب أنواع الرأس بالبولروم. علي عم بيقول لك إنه وقفة البولروم تبعها كانت جيدة، ولكن بما أنك رئيس باليه عندك عادة توقف كتير على أصابع إجريك. سينتيا حب كتير رأسك، ولكن كان بيظن لو بيكون في امتداد أكتر بحركتك وبإجريك كان بيكون أفضل. You were very charming، كنت كتير حلوة وساحرة. Thank you, Pierre. بعد ما شفنا شو رأي أهل الاختصاص، بحب ذكركم أنه فيكم تشوفوا الرقصين على قناة اليوتيوب. وهلأ مننتقل للتويتر لنشوف شو رأي الجمهور بأداء سينتيا وعلي. أول تويت تعليقاً على سينتيا وعلي بيقول من كارول: سينتيا and علي you shine bright like a diamond. عم تلمعوا، عم بتضووا.
مثل الالماز. تاني تويت إدغار بيقول سينتيا and علي you have a great connection between you, very elegant dance, amazing techniques. يعني عم بيقول إنه في تواصل كتير حلو بيناتكم، رقصة أنيقة وتقنيات رائعة كمان. إذا عجبكم أداء سينتيا وعلي صوتولون عبر الـ SMS من لبنان على 1068، من مصر على 9471، ومن كل البلدان بتلاقوا الأرقام الخاصة بالتصويت على موقع الـ MTV أو الفوكس موفيز أو عبر الموبايل أبليكيشن. ما في غير التصويت بيحمل مشترك اللي حابينه. ادعموا سينتيا على يلا 4، وبدكم تشوفوا علي الأسبوع الجاي صوتولو على يلا 12. شكرا سينتيا وعلي، صار فيكم تروحوا تتنفسوا وترتاحوا.